في انتظارنا سلمى الباصيري أخصائية في مجال التغذية باش نتواصلوا معها حول التخلص من السموم المتراكمة في الجسم ديالنا. كيف ما كتعرفوا مستمعينا الجسم ديالنا كيهز بزاف ديال السموم عبر التغذية عبر تلوث الجو عبر الأمراض كذلك. فالجسم ديالنا محتاج مرة أننا نقوم يعني بواحد العملية اللي كتسمى الديتوكس. سلمى الباصيري صباح الخير. صباح النور المستمعين. صباح الخير سلمى، مرحبا بك. لا يبارك فيك شكرا. اليوم غادي نهضروا على لو ديتوكس. لو ديتوكس غير للاشاره فقط، ماشي اسم ديال شي منتوج. الديتوكس هو عمليه للتخلص من السموم. فاليوم بغينا نعرفوا معك شنو هي الطرق اللي ممكن تخلصنا من السموم من الجسم سلمى. أكيد التخلص من السموم ولا الديتوكسيفيكاسيون هي عملية طبيعية، دونك الدات ديالنا ممكن لها أنها تديرها بشكل طبيعي وشكل عادي. وكون رجعنا هذه 200 ولا 300 سنة ما غاديش نحتاجو نزيدو شي حاجة في التغذية ديالنا ولا في النمط العيش ديالنا باش نزيدو نخلصو الدات ديالنا من السموم، حيت كانت السموم نتيجة عن العمليه ديال الميتابوليزم ديالنا. الدات ديالنا ملي كت تريتي الماكله، ملي كتريتي هذاك الشيء كاع اللي كتعامل معاه في المحيط، كتقدر تخلص منه حيت هو طبيعي ومعروف. دابا المشكل اللي تطرح اليوم هو اننا عندنا سموم جديده وعندنا مواد جديده اللي الدات ما كتعرفش تتعامل معاها، دونك كتبقى تراكم لينا في الخلايا ديالنا. كتراكم بالخصوص في الخلايا في الدهنيات ديالنا، لي تيشو اديبو، دونك الدهنيات ديالنا داك السموم كتبقى تتراكم ولا وصلنا لواحد المستوى ديال التراكمات عالي ديال السموم عاليه في الدات ديالنا، كيوقعوا لنا مشاكل، كيوقعوا لنا امراض، تقدر تبان لنا في الجلد ديالنا، تقدر تبان لنا في الكبد، تقدر تبان لنا في الكلي. وكي كي تي 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 تيكون عندنا عواقب وخيمه على الصحه ديالنا. اكيد هاد السموم كيقدر يكونوا شنو كنسميو لي ميتولوغ، دونك المعادن الثقيله فيها الميركور مثلا، لي بلون هادو مثلا تلقاوهم الرصاص. غير باش نترجمو شكرا الحليب. مرحبا انا في الخدمه. الرصاص اللي هو بطبيعة الحال من المعادن الثقيلة جدا واللي كاين بكثرة، يعني في المجموعة ديال الأشياء اللي كنستعملوها بشكل يومي، يعني مثلا في الأواني ديال الطبخ، في مجموعة ديال الأشياء. عندنا الألومنيوم، حتى الألومنيوم حتى هو بطبيعة الحال كنطبخوا به. وعندنا مثلا المعدن ديال المخسوخ كنلقوه في بعض الأسماك. أسماك مثلا كنمشيو نتغداو الصومون مثلا، إلا كان من ديال الفاج، دونك ماشي من البحر، هذاك تيكون غني بالميركور، ودونك تيبقى لنا داك الميركور في الخلايا ديالنا. عندنا نوع ثاني من السموم، عندنا مثلا المبيدات. المبيدات اللي دابا كتستعمل بشكل شائع في الخضار والفواكه، دونك الواحد تيتناول الخضار والفواكه باش يكون بصحه جيده، ولكن تلقى عنده المبيدات ديال هاد الخضار والفواكه في الذات ديالو. وحتى المبيدات سلمى ديال اللي كنستعملوها في المنزل، مبيدات الحشرات كذلك، المنظفات حتى هما كذلك اللي كيحتوي على نسبه كبيره جدا من مواد مسرطنه. عندنا غير داك المبيد اللي تنستعملو كاملين في الصيف ديال الناموس. اييه اللي معروف. اييه بلا ما نهضرو على شي منتوج بالضبط، ولكن هذاك معروف عندنا في المجتمع المغربي، وهذاك حتى هو كيشكل خطر على الصحه ديالنا. اكيد. دونك هادو كاملين السموم خصنا نتخلصوا منها بطرق جديده. تمولف عليها كيف ما قلت من قبل، واذا ما تقدرش تخلص بها عليها بوحدها، وتبقى الكبد ديالنا والكلي تيخدموا وتيضربوا مساكن، وكيقدروا يكونوا عندنا عواقب على الصحه ديالنا. لا ديتوكس ولا التخلص من السموم عنده ثلاثه ديال المراحل. عنده المرحله الاولى اللي كنسميو لاكتيفاسيون،
لاكتيفاسيون هي غادي الذات ديالي غادي تقدر تخرج هذوك السموم من الخلايا الدهنيه ديالي. نعم. باش هذوك السموم يتخلطوا لي مع 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 مواد اللي تقدر تمشي مع الماء. الماء باش نتخلص على ديك الدهون اترافير من خلال العرق ملي تنعرق ولا ملي تمشي للحمام ولا ولا هذا ولا المرحله الثالثه هي التخلص. ملي غادي نمشي للحمام داك الشيء غادي يخرج. دونك انا النقطه الاولى اللي بغيت نمشي بها قبل ما نهضر. اذا التعرق مهم جدا. أكيد تعرق غير تمشي للحمام ولا تمشي للصونا مرة في السيمانة هو الإيديال. هو الواحد يمشي جوج ولا ثلاثة المرات في السيمانة يدير واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة. هادشي بالنسبة للصونا بطبيعة الحال. بالنسبة للصونا الصونا الجاف. الصونا الجاف نعم. الصونا الجاف هذا مرة حتى يمشي ثلاثة المرات في الأسبوع الواحد تيعاون الذات ديالو أنها تخلص من السموم. ولكن إلا ما كانش الإمكانية الواحد يمشي للحمام مرة في السيمانة. وإلا ما كانش الإمكانية للحمام الواحد يخرج يضربها بجرية. إكزاكتوم. الواحد يخرج يضربها بجرية ويعرق. نعم. يعرق ماشي باش يضعف انما باش ينقي الذات ديالو. نعم. ماشي الرياضه كلها اللي تنديروها ولا الحركه اللي تنديروها باش نضعفوا. باش نفرقوا بين هاد المفهومين. والنقطه اللي قلت لك حاليما بغيت نشير لها قبل ما نهضر على الاغذيه هو ان اول مانع للتخلص من السموم هو الاحتباس. كنسميو لا كونستيباسيون اللي ولا عندنا شائع في المجتمع ديالنا خصوصا عند النساء. دونك الى الواحد يقدر يخدم غير على هذا العامل هذا كيعاون الذات ديالو انها تخلص من السموم. حيت المراحل اللي هضرت عليهم في لا ديتوكس هما تيجيو متبعين. غادي نخرج السموم من الخلايا الدهنيه هذه تخلطوا لي مع لي موليكول اللي غادي يقدروا يدوزوهم في الماء وعاد غادي نتخلص. دونك حتى الى داك المراحل الجوج الاولين دازو مزيان الا ما كنت كنقدر نتخلص من السموم في الاخر تيبقى كلشي واحد وتيبقى تيدور في بلاصته. ما عرفتش دوزت مفهوم واضح. واضح سلمى. وهي يعني على اين يعني الانسان خاصو دائما يمارس واحد النشاط هادشي من غير بطبيعه الحال الاطعمه اللي ممكن تعاوننا على التخلص من السموم. هنا بغيت نطرح عليك سؤال لان كاينين بزاف ديال الاراء متضاربه في هذا الموضوع. كاين اللي تيقول لك لا هادشي اللي كنديرو ديال الحامض مع النعناع مع سكينجبير بعض المواد الاخرى اللي كنستعملوها مثلا في الديتوكس كاين اللي تيقول لك بان هادشي راه ما كيدير حتى شي حاجه يعني ما عنده حتى شي تاثير ما تيخلصش الجسم ديالنا من السموم. فواش انت متفقه مع هاد الاراء اولا يعني فعلا كاين بعض الاطعمه اللي عندهم واحد الدور اساسي في تصفيه الجسم ديالنا؟ لا اكيد كاين اطعمه تساعد. كاين اطعمه كتساعد ولكن مثلا كيفاش نقول لك هي قوليها وانا نترجمها. انسر اليمون دونك غذاء واحد ولا ماده وحده ما غاديش تغير لي الصحه ديالي. صحيح. خصني يكون عندي نمط كامل باش 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 العمليه تكون دوز مزيانه. حيت هاد ثلاثه المراحل الا ما دازوش بثلاثه مزيان كيبقاو السموم في الذات ديالي. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل. والعمليات ديال الديتوكس ولي بروتوكول اللي كنشوف عامه نعم كيبقاو مركزين على المرحله الاولى. دونك ملي كنكونوا كنهضر على الحامض على النعناع على زنجبيل هذا كيكونوا صور المرحله الاولى صور المرحله الثانيه والمرحله الثالثه ما تنهضروش عليها. وملي تنركز غير على المرحلتين الاولين دونك هاني خرجت السموم من الدهنيات هما ولاو تيتختلطوا مع الماء باش نقدر نتخلص منهم. نعم. ولكن عندي احتباس وما كنعرقش كيوليو هذوك السموم اخطر بكثير
حيت كيوليو تيدورو في الذات ديالي ماشي غير جالسين مخبئين في الدنيا ديالي. نعم، وتتولي مساله ربما اخطر كيف ما قلتي. وبحال ما درنا والو، يعني بحال خرجناهم وخليناهم تيدورو في الجسم ديالنا ويقدروا ياثروا على بعض الاعضاء في الجسم. فكيف ما قلنا يعني غنعاودو نرجعوا له، هو نمط عيش اللي تيخصو يكون سلمى. لما تعيش النقطة الأولى اللي الواحد خصو يعرفها، لأن الماء وليدغاتاسيون والواحد يكون مرتب كما تنقولوا عامل مهم جدا. حيت إلا كانت الذات ديالي ناشفة والأمعاء ديالي ناشفة، ما عندي من نخرج. نعم، دونك ليدغاتاسيون هذا العامل الأول. العامل الثاني هو الألياف. الالياف، الواحد يكون عنده تغذيه غنيه بالالياف. ملي تنقول الالياف، الخضار، الفواكه الى غير ذلك. عندنا الخضار الفواكه، وعندنا حتى في لي سيريال، دونك الحبوب اللي تنتناولوها الواحد غير يختارهم مزيان. مثلا الشعير هو مفيد جدا للصحه، وتيعاوننا اننا نقادوا هاد لو ترانزيت ديالنا، دونك الهضم، عمليه الهضم. نعم، عمليه الهضم. وعندنا نوعين ديال الالياف، عندنا الالياف اللي تتخلط بالماء والالياف اللي ما تتخلطش بالماء، اللي كنسميو بالفرنسية لي سيبغ سوليبل اي لي سيبغ انسوليبل. دونك الواحد يحاول يتناول هاد النوعين ديال الالياف. نعم، وعندنا بالطبع كاع الخضر الخضراء، هذوك رائعين للصحه ديالنا. دونك مثلا عندنا حتى الربيع، في الطبخ المغربي عندنا الربيع بزاف. اييه، القزبور، المعدنوس، اييه. هذو الواحد يتناولهم خضرين بلا ما يطيبهم. مثلا نديرهم في عصير الصباح نخلطهم مع شي شويه ديال الحامض. هو في عصير كيجيو قاصحين شويه سلمى، نديرهم في شلاضه. حتى في العصير الا عرفتي كيفاش تخلطهم يقدروا يدوزوا. صح. كاين اللي كيدير الكرافس مع شويه ديال الحامض مع شويه ديال السكنجبير، كنظن كيجي مزيج زوين. هذا عصير رائع للذات. عندنا واحد الوصفه جديده خرجت وانا تنستعملها شخصيا، هي انك تطحن حامضة كلها، ما تقشرها، ما حتى شي حاجه، غير خذ حامضة عضويه، دونك ما فيها لا مضادات حتى شي حاجه. اللي تاخذ حامضة دير معاها طريش ديال سكنجبير طري، دير معاها معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، وزيد معاها شي شويه ديال الماء. الا بغيتي تزيد حتى شي شويه ديال السودانيه الحاره، غير قبيصه. طحن ماشي تف هذاك ليكستراكتور، دونك هذا غير الميكسور العادي اللي كاملين عندنا في الدار. هذه المساله ديال ليكستراكتور غنديروا عليها حلقه ان شاء الله، لان كاين بزاف ديال القيل والقال عليها سلمى. ومن المهم اننا نوضحوا كذلك هذه المساله، لان بزاف ديال الناس اليوم تعطوا لهاد الطريقه في طحن الفواكه. فقلنا المشروب اللي كديريه انت سلمى، حامضه، سكنجبير، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، شويه ديال الماء، وقبيصه صغيره ديال السودانيه. او اللي ما بغاش يدير السودانيه يقدر يدير الابزار الاسود. تقدر دير البزار، غير السودانيه انا علاش تنزيدها؟ حيت عندها مفعول على الميتابوليزم ولا الكميه ديال السعرات الحراريه اللي تنحرقوا. دونك كتزيدي غير شي شويه، ما تتحسيش بها بزاف في الطعم. ولا بغيتي تنسم بشي شويه ديال الفاني، وملي تنهضر على الفاني ما كنهضرش على داك السكر ديال الفاني اللي تتباع في الاسواق. هي غير النسمه ديال الفاني راه كتباع عند المختصين ديال الباتيسري وديال الحلويات، وتطحنيه في الميكسر وصافي، كتشربيه الصباح ديالك ولا في العشيه. تقدر تشربو في اي وقت من الوقت ديال الاختيار ديالك. وهذا تيعاون في لا ديتوكس، وتيعاون حيت تنطحنوا الحامضه كلها، دونك حتى الالياف ديالها تيدوزوا. ماشي كناخذ غير العصير ديال الحامض، تيكون يقدر يكون شي شويه قاصح على الجهاز الهضمي بوحدو. صحيح. خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. اكيد. ودابا عندنا مشاكل ديال
مع هذيك حلقه اخرى. بزاف ديال الحلقات ان شاء الله خصنا نديرو معك سلمى باش نتكلموا على مجموعه ديال المواضيع اللي في حقيقه تخص الانسان يرد لهم البال. حويجات صغار لكن عندهم تاثير كبير على الصحه ديالنا. نعم، تبغي تختمي بشي نقطه سلمى؟ جوج نقاط اللي ديجا هدرت عليهم ولكن عندي مهمين. شربوا الماء مزيان وكونوا ادغاتي، دونك شربوا الماء فيه الاملاح المعدنيه اللي كتخلي الخلايا ديالكم يكونوا ادغاتي ويخليو الجهاز الهضمي ديالكم يقدر يتخلص من داكشي اللي فيه وما يكونش عندكم احتباس. هذه نقطه مهمه جدا. نعم. والنقطة الثانية الألياف، الألياف 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 مهمة جدا 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 جدا. نعم. حيت اون فيت ملي كنهضروا على لا ديتوكس كنهضروا على الشيء الاخر كامل، وهاد جوج النقط ما كنهضروش عليهم. صحيح صحيح، وحنا كامل مهم جدا اننا نستضيفوك هذا الاسبوع هذا باش ناخذوا منك هذا الكم من المعلومات. شرف لي، شكرا. مرحبا بك سلمى البصيري، مازال لنا لقاء معك غدا باذن الله، دائما على نفس التوقيت وطبعا على نفس الاذاعه.